سؤال، الباركود هذا او كيو ار، هل يستخدمه، هل اللي يقرأ فقط يعني المؤسسات الحكومية ام اي فرد في المجتمع؟ ومدى خطورة اذا كان قراءة الكيو ار من قبل افراد المجتمع كاستغلال كبير السن او سرقة كبير السن؟ So yeah, the information that is in the information that is in the bracelet can be only read by the police car. So if for example if the bracelet is stolen, it's not going to work, because only the policeman or policewoman can have the way to get that information that is inside the bracelet to have the information of that person. الأستاذ الإنسان في سؤال عن مدى فعالية المؤسسة أو مدى فعالية القطاع الخاص مع الوزارة في خدمات كبار السن، بس شوي يبون شرح أكثر. يعطيكم العافية وشكراً. يعني هالسؤال أساس إحنا يمكن نلقي الضوء أكثر على هذا الموضوع. طبعاً هذا العمل يعني أصبح كان فيه سابقاً، طبعاً تفاعل ولله الحمد يعني كبير ما بين ثلاث قطاعات، أنا دائماً أسميه مثلث، اللي هو القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي. القطاع الخاص هو قطاع داعم كثير للخدمات، وكثير من يعني رجال الأعمال والجهات الخاصة ترغب بالمساهمة في الخدمات المجتمعية. إحنا في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى فعلاً ننظم هذا العمل، تم تأسيس منصة المسؤولية الاجتماعية. هذه المنصة هي منصة على الإنترنت، فكرتها أن أي أهل من قطاع الأعمال، أي شخص يرغب بتقديم يعني بمساهمة مجتمعية حتى يكون العمل منظم ويعني موحد وبشكل يعني أقوى، يكون أثره أعمق. من خلال هذه المنصة يتم الدخول، يدخل طبعا رجل الأعمال ويحدد وش الفرص المناسبة، تعرض فيه كافة الفرص أو الخدمات المجتمعية خاصة تحديدا لكبار السن وغيرهم، حتى الأشخاص ذوي الإعاقة، أي خدمات تنموية. هذه المنصة منصة مسؤولية اجتماعية لكافة الخدمات اللي تخدم المجتمع ومنهم كبار السن. طبعا منصة إلكترونية تعرض فيها كافة الفرص التنموية والمشاريع المخصصة للمجتمع في هذا المجال. يستطيع رجل الأعمال أن يدخل ويحدد الفرصة أو المشروع المجتمعي اللي يناسب أهدافهم كجهات ويقدم عليها. طبعا يتم دعمه من خلال يعني الخدمات اللي تقدم الوزارة، وفي نفس الوقت هو يواصل دعمه وقد يختار معه يعني شريك آخر في تقديم تنفيذ المبادرة، مثل بعض الجمعيات على حسب يعني نوع المشروع. فتفاعل القطاع الخاص حقيقة يعني كبير، ولله الحمد والكل يبادر، لكن هذه المنصة ساعدت كثير في تنظيم العمل اللي نعمله. هل المساهمين في كمؤسسات لهم بعض الميزات في طبعا احنا في حزمة من المحفزات. طبعا المنصة المسؤولية الاجتماعية يعني لها جوانب عديدة، من ضمنها انه يكون فيها محفزات. رجل الاعمال اليوم لما يجي يعني ويبادر ويقدم للمجتمع خدمات مجتمعية ما يرجو فيها مقابل او انه يعني ربح او فائدة، هدفه دعم المجتمع، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم له حزمة من المحفزات اللي تسهل اجراءاته. وهذا يمكن في بداية العرض لما قلت لكم نعتبر ان احنا صحيح ان اربع وزارات صايرين في وزارة واحدة، لكن وجودنا كذا يعني أصبح في يدنا الكثير من الصلاحيات على مستوى الوزارة. يعني وجود قطاع العمل في هذه الوزارة ساهم بدعم كبير للقطاع الخاص اللي هو بدوره قاعد يدعم التنمية الاجتماعية. فهذا المثلث الحمد لله المبارك اللي فعلا حقق دعم للخدمات المجتمعية في المملكة. أستاذ بختي، في سؤال لك. طبعا انت قلت ذكرت ان الاشتراك في النادي او خدمات النادي مقابل رسوم معينه او يعني رسوم يعني بسيطه، يعني هل في اشياء مجانيه ولا كلها برسوم؟ لا في اشياء، حتى اللي ما يقدر يسدد عندنا، احنا ترى في حسابات تسدد عنه، عندنا حسابات الجمعيه. الخدمات المجانيه عندنا فيه مثل عندكم مستلزمات الطبيه عندنا قد ما بالمجان،
جلسات يعني عوائل كثيرة من كبار السن يقولك ترى اليوم طلعتي أنا والشباب، طبعاً الشباب ترى من 60 فوق اللي معاهم كلهم يجون يقعدون عندنا بالخيمة، يعني يقول أبي حق الضيافة يكون موجود معنا، فكل هذه نوفق له لأنه حنا عبارة النادي عن حديقة ما شاء الله، حتى في داخل الحديقة أجهزة خارجية تلقاهم يجون يجلسون كاملة ما شاء الله. طبعاً بنهاية الجلسة أسئلة كثيرة لكن الوقت داهمنا وفي بعد في تكريم بيكون بعد الجلسة هذه. نشكر أستاذ دريانو ونشكر أستاذ بسام ونشكر أستاذ بطحي على هذه المشاركة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ووفقكم لخدمة كبار السن وخدمة مجتمعنا وأوطاننا. شكراً لكم.